تعهدت شركة فيسبوك برفع المعايير الأمنية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وقال مسؤولون في فيسبوك أن الشركة تستخدم مجموعة من التقنيات الرقمية والبرمجيات الجديدة للتصدي لأي عناصر روسية أو غيرها ممن يستخدمون أساليب مختلفة بهدف التأثير على الرأي العام. عملاق شركات التواصل الاجتماعي فيسبوك في عين العاصفة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر، ذلك أن شبح التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية قبل عامين عبر وسائل التواصل لا يزال يخيم على الانتخابات الحالية. ومنذ عامين تواجه الشركة انتقادات حادة بشأن كيفية التعامل مع الدعاية السياسية والمعلومات المضللة، خاصة أن وكالة المخابرات الأمريكية تقول إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية واجهت تدخلا روسيا من خلال توظيف وسائل الإعلام ومحاولات التأثير في وسائل التواصل الاجتماعي. فيسبوك اليوم تريد حماية سمعتها ورصيدها عند الجمهور، ولذلك سعى عملاق التواصل الاجتماعي لقطع الطريق على أي تدخلات في انتخابات الكونغرس الحالية. والذكاء الاصطناعي هو من سيتصدى لأي عناصر روسية أو غيرها ممن يستخدمون أساليب خداع ومعلومات كاذبة للتأثير على الرأي العام، غير أن موجة الانتقادات ضد فيسبوك لم تهدأ رغم كل الاحتياطات التي اتخذتها الشركة هذه المرة، إذ وضعت آلية للتدقيق بهدف تعريف المستخدمين بالأكاذيب الواضحة، لكن ذلك لم يشفع للشركة، فلا تزال هناك نقطة عالقة لم تحسم بعد، ذلك أن فيسبوك تقول إنها لن تحذف منشورات لمجرد أن محتواها غير صحيح، وهذا أمر قد يفتح فصلا جديدا من الجدل مع الحكومة الأمريكية. معنا الآن من واشنطن الصحفي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات علي بيرلاند، ومعنا أيضا من موسكو مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في المعهد الروسي للبحوث الاستراتيجية إلينا سوبونينا. مرحبا بضيفي. دكتورة سوبونينا مساء الخير، دعيني أبدأ معك أولا قبل الحديث عن فيسبوك. كان للرئيس ترامب تغريدة بالأمس يقول فيها: أنا قلق للغاية من أن روسيا ستقاتل باستماتة بغية أن يكون لها تأثير على الانتخابات المقبلة، واستنادا على حقيقة أنه لم يكن هناك رئيس أكثر صرامة مني في التعامل مع روسيا، فسيضغطون بقوة لصالح الديمقراطيين، هم قطعا لا يريدون ترامب. يعني الرئيس ترامب نفى إلى حد ما تدخل روسيا في انتخابات 2016، ولكنه هذه المرة يعتقد بأن هناك تدخل روسي قادم في انتخابات نوفمبر القادم. بداية، إلى أي مدى هناك برأيك مبالغة في وصف الدور الروسي في الانتخابات سواء الماضية أو التي سنشهدها في نوفمبر؟ أنا دائما كنت أقول أن هناك مبالغة كبيرة لدور روسيا ولتأثير روسيا على الأمور في داخل أمريكا. نحن في روسيا لا نستطيع أن نتصور أن روسيا كانت ممكن أن تتدخل في هذه الانتخابات سابقا، وليست لدى روسيا أي نية بالتدخل في الانتخابات. ليش؟ لماذا لا يمكن أن تتصور أن روسيا قد تتدخل؟ لأنه روسيا ما عندها مصلحة بهذا الشيء أولا، وثانيا روسيا برأيي ليست لديها إمكانيات تكنولوجية لهذا الشيء، وسياسية واقتصادية. هذا التضخيم لإمكانيات روسيا ممكن أن ننظر إليه كمجاملة كبيرة، ولكن هو لا يعكس الحقيقة. للأسف العلاقة ما بين روسيا وأمريكا برأيي أصبحت ضحية الكراهية تجاه ترامب من قبل بعض ممثلي النخبة السياسية الأمريكية. هو لديه شعبية كبيرة لدى بعض الأوساط في أمريكا، ولكن النخبة كما هو معروف لا تدعمه بشكل كامل، وهناك اعتراض شديد عليه، فيستغلون أي فرصة من أجل تأثير على مواقفه السياسية. طيب سيد بيرلاند، مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش. فيسبوك
وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ما دورها في هذه المسألة؟ هل مسؤوليتها أن تدقق في كل ما ينشر وكل ما يكتب على منصاتها استجابة لطلب حكومات معينة أم ماذا؟ هل لهذه المنصات دور ما يمكن أن تلعبه ويمكن أن يؤثر في نهاية المطاف على نتائج الانتخابات سواء في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر؟ طبعا أود أن أقول أولا بأنه طبعا من الثناء على من الولايات المتحدة تجاه روسيا بخصوص مثلا تحركاتها في فيسبوك، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة فيما يخص مثلا القوة العسكرية والاقتصادية هي أقوى منها بكثير، ولكن من الواضح من جهة أخرى بأن روسيا لعبت دورا كبيرا في محاولة التدخل في الانتخابات، ولقد استعملوا فيسبوك بكل تأكيد لأن طبعا هذا تطلب مالا صغيرا وتطلب فقط معرفة بالأمور التقنية الصغيرة، وبعض الدول طبعا تحاول أن تؤثر على الولايات المتحدة من خلال هذه الأدوات، وربما طبعا تم المبالغة في هذا، ولكن ربما كما قلت تم استعماله. أما فيما يخص فيسبوك لمواجهة هذه المشكلة فمن الواضح بأنهم يجب أن يبذلوا نشاطا أكثر، ومع العلم بأن العديد من التدخلات أو الجهود لتدخلات طبعا كان مشكوكا فيها، ومن ضمنها مثلا بأن الروس مثلا قالوا بأنهم أظهروا نفسهم بأنهم أمريكيون، وبأن مثلا السود مثلا لم يستعملوا هذا أو ذاك، وتلبسوا بشخصيات عديدة. إذن فيسبوك الآن ربما يستطيع أن يفعل شيئا لإيقاف هذه الأمور، وأعتقد بأنهم يمكن أن يفعلوا أكثر لإصلاح منصاتهم. ولكن طبعا لجنة الاستخبارات وطبقا لقرارات أو لتقرير من نيويورك تايمز، فإن الانتخابات النصفية في نوفمبر فإن مجموعات مثل الوكالات البحث وغيرها بأنها حاولت أن تتدخل في هذه الانتخابات، وأنها زادت من نشاطاتها بطرق مقننة وتقنية أكثر. وطبعا فيسبوك لا يمكن أن تتابع كل ما ينشر، ولكن ينبغي أن تجد شيئا ما، وفيسبوك قالت إنها مساعدة لذلك وسنرى. دعني أستفهم منك يعني نقطة أشرت إليها، تقول إن الروس استخدموا فيسبوك بكل تأكيد في الانتخابات الماضية، الانتخابات الرئاسية، هل هذا ما فهمته من كلامك؟ وكالة الاستخبارات قالت بأن هذه الحالة بأن فيسبوك ويوتيوب وتويتر إنها منصات استعملت بالنسبة لهم، قالوا بأن لديهم أدلة بأن استعملتها طبعا بعض وكالات الأبحاث أيضا أو بعض منصات الأبحاث، وطبعا كل الأصابع أيضا أشارت إلى أن الكرملين، وطبعا هذا قد خرج مؤخرا، وإذا كان هناك شخص لا يوافق على ذلك بكل أكيد هذا شيء عادل، ولكن كما قلت هناك تقارير تحدثت عن هذا بكل تأكيد. دكتورة سبوني، يعني كما قال السيد علي المسألة تفضل سيد علي إذا كنت تريد أن تضيف شيء ما. نعم، وكان من المهم أيضا أن نعرف بأن في كل الوكالات كما قلت الأبحاث وغيرها في الإنترنت من المهم أن نعرف بأنهم ربما ليس لديهم تأثير كبير، فإذا نظرت مثلا إلى الإعلانات وما نشر مثلا بمحاولة مثلا التأثير على الأمريكيين، وفي حالات عديدة كانت طبعا حالات غبية ومحاولات غبية، وكانت هناك طبعا أخطاء مثلا في الكتابة دلت بأن هؤلاء ليسوا أمريكيين. إذا نعم كانت هناك جهود قد بذلت، ومن العدل أن نقول بأنه كانت هناك ربما مبالغة في الحديث عن تأثير هذه التعليقات. طيب دكتورة سبونينا، مسألة يعني أنه الحاجة إلى وجود تقنيات عالية وكل هذه الأمور، يعني هذه مسائل
ليست متطورة كثيرا تقنيا كما يعتقد البعض. أي هاكر، أي مجموعة من المخترقين بإمكانهم أن يدخلوا إلى هذه المواقع ويؤثروا فيها، وهذا حدث في مرات عديدة، سواء بالنسبة لشركات القطاع الخاص، سواء بالنسبة لمواقع حكومية تعرضت للاختراق. والمسألة ليست مكلفة، يعني تكاليفها بسيطة جدا مقارنة مع الأموال التي تنفق على هذه الحملات الانتخابية. ما رأيك في ذلك؟ أنا أعتقد أنه على كل مثل هذه المشاركات في فيسبوك ومثل التغريدات هي أصلا لا تستطيع أن تغير كثيرا من النهج السياسي في داخل أمريكا. أن هناك معطيات علمية كانت لفوز ترامب وهو فاز، ولكن نجاحه كان هش جدا لأنه المجتمع في أمريكا كنت تتوقع فوزه. دكتورة سوبونينا تقول معطيات علمية، يعني كل المحللين وكل الخبراء، نذكر هذه تلك الليلة، يعني كانوا يتوقعوا فوز هيلاري كلينتون بشكل واضح، ولكن أنت تقولي أنه كانت يعني هناك مؤشرات تدل على فوزه. نعم، في روسيا كثيرون كانوا يتوقعون فوز ترامب، يتوقعون أو يتمنون على بعض التحليل. ليش؟ بصراحة أنا ما كنت أتمنى ذلك، لأنني كنت أفهم بأن ترامب ليس أفضل بكثير من هيلاري كلينتون. وهنا جواب على سؤالكم، لأنه ما هي مصلحة روسيا كانت لو افترضنا شيء من هذا النوع؟ ما في مصلحة، لأنه العلاقة بعهد ترامب أيضا سيئة جدا. وننطلق من الافتراض أنه أي واحد ممكن أن يكتب تغريدة وممكن أن يحط شيئا ما في فيسبوك، وننطلق من هذا الشيء لتوجيه التهم على روسيا. ولماذا لا نوجه التهم على أي بلد تاني، على كوريا الشمالية أو على أي شركة مثلا ليست لديها علاقة مثلا مع هيلاري كلينتون كانت؟ فبعتقد أنه منطقيا لا نستطيع أن ننطلق من هذا الشيء. وأما بالنسبة للمصلحة السياسية فلم تكن لدى روسيا شيء من هذا النوع، مع أن الرئيس بوتين في المؤتمر الصحفي قال أنه انبسط لما فاز السيد ترامب. هو ما بكى أكيد، ولكنني لا أعتقد أنه انبسط كثيرا. فالمشاكل ما بين روسيا وأمريكا ما زالت موجودة، ولكن المشكلة الآن في هذا الشيء أنه له تأثيرات سلبية على ملفات أخرى. مثلا الآن ترامب وبوتين اتفق على موضوع تقديم المساعدات للاجئين السوريين، وكأنه هناك اتفاق ما بين موسكو وواشنطن أن نعمل معا من أجل هذا الشيء. ولكن المعارضة ضد ترامب والاعتراض عليه في الكونغرس ومجلس الشيوخ، كل هذا له تأثير سلبي على تنفيذ هذا المشروع. هذا هو مؤسف. طيب، بالمناسبة كان هناك تصريح لمستشار الأمن القومي الأمريكي قبل قليل جون بولتون، يقول فيه إنه الرئيس ترامب سيؤجل الاجتماع الثاني الذي كان منتظرا مع الرئيس بوتين إلى العام القادم. طبعا هذا يأتي بعد موجة الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها السيد ترامب بعد اللقاء الأول. على كل حال سيد علي، يعني كما ذكرت الدكتورة سوبونينا قبل قليل، هل يمكن لهذه التغريدات أو لهذه المعلومات التي تنشر على هذه المنصات أن تغير بالفعل مسار الانتخابات، أن تغير نتائج الانتخابات بهذه السهولة؟ So
لا، أنا لا أعتقد بأنها يمكن أن تغير طبعا الانتخابات بسهولة، ولكن فيما يخص السؤال من منظور آخر، ربما طبعا التداعيات ربما هي مهمة، ولكن هناك أشياء أخرى لم نتطرق إليها، سواء كانت روسيا أو أي دولة أخرى مثلا غيرت نتائج الانتخابات الأمريكية. هذا طبعا نقطة كبيرة، ولكن من المهم أن ننظر إذا كانوا يحاولون أن يفعلوا ذلك وأن يقوضوا ديمقراطيات الدول الأخرى. أعتقد بأن هناك أيضا تقارير استخباراتية بأن فيسبوك حاول الروس أيضا أن يؤثروا على الانتخابات في أوكرانيا، ولكن الحديث لا يتعلق هنا بتداعيات، الحديث هنا يجب أن يتطرق إلى مسألة ما إذا كانت هناك محاولة لتقويض ديمقراطيات الدول الأخرى. طبعا هذا شيء سيء جدا بغض النظر عمن فعله روسيا أو غيرها، ولكن التأثير على ديمقراطية ما هو ليس شيئا جيدا بغض النظر عما كان هذا ناجحا طبعا، وإذا كان ذلك ناجحا فهذا أسوأ. هل الديمقراطية الأمريكية سيد بيرلاند بهذه الهشاشة بحيث تؤثر عليها تغريدات من هنا أو مدونات من هناك؟ هل الأمر بهذه البساطة برأيك؟ أنا لا أعتقد بأن هذا الأمر سهل، ولكن طبعا طبعا مثلا الأمريكيون كما يقولون يجب أن ننظر إلى الوقت، ومع مرور الوقت سنرى التأثيرات وغيرها، وهذا بالإضافة إلى أشياء أخرى، مثلا ترامب وسلوكه وطريقة عمله، وأحيانا مثلا هو لا يبدو قويا تجاه روسيا، رأينا ذلك مثلا في هلسنكي في المؤتمر، حيث طبعا ضرب العديد من الناس ووجه تهديدات العديد من الدول، ولكن حينما وقف مع روسيا لم يكن قويا. نعم، ربما تغريدة هنا تضر، وربما الكثير منها ستضر مع مرور الوقت، وبغض النظر عما إذا كانوا مثلا حاولوا أن يقوضوا الديمقراطية أو غيرها، فالأمر يتعلق بهذه الدول، وما إذا كانت تحاول أن تفعل ذلك، وهذا كما قلت شيء سيء للغاية. طيب دكتورة سبورينا، في الدقيقة المتبقية أعود إلى تغريدة ترامب بأنه الروس هالمرة هاي يعني بدهم يضغطوا لصالح الديمقراطيين في الانتخابات النصفية. مسؤولين في المخابرات الأمريكية أيضا يعتقدون بأن هناك مساعي روسية مستمرة للتأثير في تلك الانتخابات. هل هناك توجه في روسيا اليوم باتجاه أنه تمنيات بفوز الديمقراطيين وحصولهم على الأغلبية في الكونغرس؟ هل هذا هو المزاج العام في روسيا اليوم؟ والله لا، ولو كان لكان ممكن نصف المجتمع في روسيا أو دوائر سياسية كمنفصمة نفسيا كمريضة نفسيا أبدا. يعني ليش دعم لترامب وفيما بعد دعم للديمقراطيين أو بالعكس؟ التضخيم لدور روسيا هو ينطلق من داخل أمريكا بسبب المشاكل التي موجودة في داخل أمريكا ولدى نخبتها السياسية. ما هو مخوف أنه له حيكون تأثير ليس فقط على العلاقة ما بين أمريكا وروسيا، أما على الاستقرار العالمي أيضا بدون أي مبالغة. شكرا جزيلا لك دكتورة إلينا سوبونينا، مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في المعهد الروسي للبحوث الاستراتيجية، كانت معنا من موسكو. شكرا لضيفنا من واشنطن علي بيرلاند، الصحفي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات. شكرا لكم.